بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أخوكم حسن من قناة زهرة. اليوم بغيت نشارك معايا زراعة نبات من الصباريات، هو نبات أذن الأرنب. هذا اللي نشوفه فيه، هو جميل، يستحمل درجة حرارة، يستحمل أشعة الشمس، ما يحبش الري. اليوم نشاركو ونوريكم طريقة الزراعة تاعو. هاو بعد ما قلعنا نزلنا الاوراق تاعنا كما نشوفوا فيهم، نتوما استعملوا قفازات ولا، لانه هو شوكي ياذي شويه، فيه شوكي تشوفوا فيه. ها بعد ما نكونوا حضرنا التربه تاعنا وسقيناها، نحطوه بهذه الطريقه اللي نشوفوا فيه، نحطوه ما نردموش. هاي نحطوه هكا ونخلوه مدتها 20 يوم، 25 يوم، حتى نشوفوا الورقه نشفت من الماء كليا، نشفت من الماء، تبدا هي تخرج في عود كيما نسموش، هاي كيما نشوفو فيه، تبدا تخرج في العروق تاعها. هذا راه فوق التربه، مازال ما حطيناش في التربه. ها بعد ما تنشف التربه تكون رطيبه، هاي الاوراق تاعها كيما تشوفو فيه. هاي بعد ما نصبنا العروق تاعو هكا خرجو، نحطوه في التربة، ونحطوه عليه تراب بهذه الطريقة كيما نشوفو فيه هكا. وما نكثرولوش الري اللي ما نكثرولوش، لأنه راح يفسد لنا هنا مع المستوى تاع التربة، راح يفسد لنا. هاي طريقة السقي تاعو، كل 3 أيام ولا يسقى بهذه الطريقة، ما يحتاجش ري كثير. إذا بغيت نقول ليه في كاش الصيص ولا بهذه الطريقة. هذول اللي محضرهم المرة الجاية بنغرسهم، أما زالوا ما بداو شي يديروا في الطريق تاعهم. هاك تشوفوا فيه، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.